اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده وفيلم النهارده انمي. فيلم انمي هو فيلم كندي من انتاج 2013 وهو فيلم دراما وغموض وتشويق. الفيلم بيحكي قصه دكتور في الجامعه بيدور على شخص مطابق ليه تماما في الشكل وفي الصوت وفي كل حاجه بعد ما شافه في فيلم. الفيلم من اخراج المخرج الكندي الرائع دينيس فيلنيف، وهو اللي اشتهر بافلام زي دون او الرايفل، وسيناريو من كتابه خافيير جولون اقتباسا عن روايه ذا دبل لخوسيه سارماجو. مدير التصوير هو نيكولاس بولدك، وهو المسؤول عن اللون العام في الفيلم. المود الفيلم معظمه لونه اصفر جدا، في بعض المشاهد لونها بيميل للخضار، ولكن الفيلم بيحوم حواليه اللون الاصفر في كل حته. والموسيقى التصويرية لداني بنسي ومعاه ساندر جوريانس. الفيلم بطولة جيك جيلنهول في دور أنتوني وآدم، وبيشاركوا البطولة ميلاني لورون في دور ماري. الفيلم بيبدأ بجملة، الجملة دي بتقول chaos is order yet undeciphered، يعني الفوضى هي نظام ولكنه لم يتم فك شفرته حتى الآن. ده نفس الوضع اللي بينطبق على الفيلم. الفيلم نفسه ممكن يتفرج عليه يقول ان هو فيلم عشوائي او فوضى وان هو بيقول اي كلام، ولكن لما تفك شفرات الفيلم هتفهم كويس ان هو اصلا فيلم منظم جدا وفيلم واضح جدا. الفيلم بيبدأ بمكالمة من امه بتروح للفويس ميل وهو ما بيردش، فبنسمع امه بتتكلم وبتسأل عليه وطبعا بتلومه على الحياة اللي هو عايشها. بعدها بنشوفه هو داخل مكان كده مظلم جدا، شبه نادي كده للكبار للرجالة، نادي شمال، فبيطلع مفتاح وبنشوف بقى وهو مظلم تماما محاط بالظلام تماما. فبنشوف في النادي ده وهو قاعد هو ورجالة تانيين، واحدة ست بتدوس على عنكبوت، هي طبعا ما بتدوسش على عنكبوت للآخر، ولكن هو بتهيأ للناس ان هو بتدوس على عنكبوت. وطبعا لما بتيجي تدوس على عنكبوت بنشوف هو عامل وشه كده، حاطط اربع صوابع من هنا واربع صوابع من هنا. بعد كده بيقطع المخرج وبيروح بقى للمدينه الصفراء الكئيبه جدا اللي هو عايشين فيها المده طوال الفيلم. بعد كده بنشوفه بقى بنعرف ان هو دكتور في الجامعه بيدرس تاريخ، وبيتكلم بقى في المحاضره دي عن الدكتاتوريه، وان الدكتاتوريه بتحتاج الكنترول، ازاي تكنترول الناس عشان تبقى دكتاتور، وازاي عشان يستمر نظامك بتحتاج ان انت تسيطر على الناس اللي حواليك. وبيقول ان هي الموضوع بيتمحور تماما عن الكنترول، وده بيجي بقى عن طريق الالهاء. الدكتاتور بيلهي الناس بحاجة عشان يتحكم فيهم. فكان في مثلا عند الرومان المصارعة الرومانية وحلبات الكولوسيوم والمبارزات اللي كانت بتحصل، دلوقتي مثلا الكورة مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فهو بيتكلم عن ده وبيقول ان دايما في الهاء، وبيقول ان هو ده نمط وان التاريخ دايما بيعيد نفسه. الفيلم مش صعب، هو حرفيا بيشرحه الفيلم اثناء ما الفيلم شغال. بنشوفه بعدها رايح بقى البيت، الاسلاك فوقيه كده في السماء عامله بالظبط زي شبك العنكبوت، وده برضه نمط بيتكرر خلال الفيلم. وهو معدي في النفق ورايح ناحيه البيت بنلاقي رسومات نازيه ومتطرفه على الحيطه. بعد كده بنلاقيه بلبسه البني الممل، والنمط بيتكرر تاني، سايكل اتوبيس الشغل بعد كده البيت، بعد كده بيرجع الاتوبيس الشغل وبعد كده البيت. ده اللي هو كان بيتكلم عليه في المحاضره. بقى كده واحد زميله بيقترح عليه فيلم، وبنشوفه بقى وهو قاعد بيتفرج على الفيلم. بعد كده بيروح ينام. طبعا هو على علاقه بميلاني لورانت اللي هنا بتقوم بدور ماري، وهو العلاقه ما بينهم ما فيهاش كلام تقريبا. بيخشوا يناموا ويصحوا كل واحد يروح لحاله، بعد كده بتجيل وبتمشي هي بمزاجها بتعمل اللي هي عايزاه، وهو ما ملوش اي سيطره على الموضوع نهائيا. لما بينام بيحلم بمشهد في الفيلم اللي هو كان بيشوفه اللي احنا ما شفناش منه حاجه، ان في واحد شبهه بالظبط. بيرجع وبيقوم بسرعه مخضوض وبيروح يشوف الفيلم، بيلاقي فعلا شخص نسخه طبق الاصل منه. المخرج هنا بيحاول يخلينا نحط نفسنا مكان الشخص ده، انت لو انت فجاه لقيت واحد نسخه طبق الاصل منك كانك انت بالظبط. طبعا الموضوع بيحيره جدا وبيحاول يدور عشان يوصل للممثل ده، بيدور عليه طبعا هو ممثل مهمور جدا، بيوصل له. وبعد كده بنشوفه بيتكلم تاني في المحاضرة عن التكرار، بيروح بقى يدور على كل الأفلام بتاعت الممثل ده. فبنشوفه داخل محل الفيديو، بنبص على الحيطة جنبه تلاقي بوستر مكتوب عليه The Attack of the 50 Feet Woman، أو هجوم المرأة العملاقة يعني. فده طبعا بيحط لنا إشارة على ثيم في الفيلم، وهو تأثير الستات في حياته ونظرته ليهم. فبيدور وبيوصل لعنوان الممثل ده وبيروح، وهو رايح بنبص نلاقي برجين متطابقين تماما جنب بعض
اللي بيجي عليهم الكادر كتير جدا. ولو ركزنا على النظارة بتاعته هنلاقي عليها علامة انفينيتي صغيرة كده في الجنب اللي هي إلى ما لا نهاية. وبنشوفه قاعد في العربية، الإزاز العربية متوسخ واللي على الإزاز عامل بالظبط زي شبك العنكبوت. بعد كده الفيلم بيقطع وبيروح بقى للشخصية التانية اللي هو الممثل المطابق ليه تماما. فبنشوفه بقى إنسان مرتب جميل، حياته كول خالص ومنظمة جدا وشاب هيلثي، مش زي التاني بقى بياكل أي حاجة وبينام نومة زي الشحاتين، لا ده راجل مظبوط خالص وبيلعب رياضة. ومراته حامل، أثناء ما هو بيبقى مع مراته التاني بيكلمه فهو بيتخانق فيه، وبنشوفها هي بتشك فيه ازاي، فبنعرف ان هو خاين عنده مشاكل خيانة قديمة مع مراته قبل كده، فهي بتشك فيه في كل حاجة بيعملها. بعد كده مراته بتدور بقى على الراجل اللي شبهه ده، وبتروح تشوف دكتور الجامعة ده في الجامعة، فبتلاقيه نسخة مطابقة من جوزها تماما، وبتتصدم تماما وبتخش في حالة شك كده اللي هو ايه اللي بيحصل. بيتفق المدرس والممثل ان هما يتقابلوا، وبيروح يتقابلوا كده في زي فندق صغير على الطريق، وبيركن، بنشوف هو بيركن وبينزل عشان يقابله، وراه لوحة مكتوب عليها ساتلايت بس ال واحدة بس، مفيش ايه المفروض الكلمة باتنين ال، ال دي عليها اللوحة دي عليها ال واحدة بس. وبيتقابله طبعا مقابلة فيها استرس عالي جدا، وبتبقى مخطوط جدا المدرس لان هو شخصية ضعيفة شوية، التاني شخصيته قوية بزيادة، وبيلاقوا ان هم متطابقين تماما. بعد كده بنشوف بقى المدرس ده وهو اللي هو بطلنا الاساسي، وهو رايح بقى يقابل امه، شخصية قوية جدا، شخصية يعني واثقة في نفسها جدا وبتتكلم بسيطرة كده، وبنعرف ان هو كان نفسه يمثل، وبنعرف ان هو عنده مشاكل مع مراته، وبنعرف ان هو ما عندوش اخوات توأم ولا حاجة، وامه بتقول له فكك من اللي انت بتعمله ده وفكك من الجو ده، ما فيش انت ما فيش حد نسخة منك ولا حاجة. بعد كده بنلاقي عنكبوت عملاق بيغطي المدينة كلها، وهي دي الحاجات اللي بتخلي الناس تتضايق من الفيلم ده، اللي هو الرمزيات اللي بتطلع مرة واحدة دي بدون اي تفسير، لان الفيلم رتم فيلم عادي جدا، ولكن هو المخرج هنا بيستغل ده كأنه بيجر رجلك يعني. بعد كده بنشوف بقى أنتوني الممثل وهو بيخطط انه ياخد صاحبة الاولاني للمدرس اللي شبهه، فيعني واقف قدام مراية وبيمثل ازاي هيعمل ده، ومقتنع جدا بأدائه، وده فعلا بيروح وبيتخانق فيه وبياخد حبيبته على انه هو وبيخدعوها. وبعد كده هو بقى بيروح آدم ياخد يقعد مع مراته على انه هو من وراه. بعد كده أنتوني الممثل بيعمل حادثة هو وماري صاحبة المدرس، وبنشوف بقى الكاميرا بتقرب على إزاز العربية، شبك عنكبوت تاني او تالت. تاني يوم بقى بنشوفه بيفتح آدم بقى المدرس، وهو بيفتح الجواب في بيت أنتوني وهو مع مراته، وبيلاقي فيه مفتاح. مفتاح ايه؟ مفتاح النادي اللي في اول الفيلم خالص اللي أنتوني كان بيروحه، اللي هو تحت الارض ده، وبتقول له انه امه اتصلت بيه زي بداية الفيلم بالظبط، السايكل بتعيد نفسها. فبنلاقيه طبعا لان هو ضعيف بيخطط انه هو يرجع للنادي تاني، وطبعا بيكذب بيقول لها اصلا انا محتاج انزل النهاردة، كل ده بيكلمها وهي في الاوضه التانية. بعد كده بيروح على الاوضه التانية، بنبص نلاقي عنكبوت عملاق خايف. نهايه الفيلم دي ممكن تكون اغرب نهايه فيلم مثلا في اخر 20 سنه، اي حد بيشوف الفيلم بيقول لك طيب ماشي تمام عدي عدي، ها تيجي نهايه الفيلم يروح رامي بقى اي حاجه على التلفزيون ويقوم يمشي. فايه ليها معنى، والفيلم فعلا ذكي وبيقول حاجه، مش عامل كده وخلاص، مش بيحاول يبقى غريب لمجرد ان هو بقى غريب. الفيلم عايز ايه؟ الفيلم ببساطه بيبتدي وبينتهي بست قويه اللي هي امه، شخص ليه تاثير قوي جدا على حياته، بيتكلم معاه من موقع السلطه، هو شخص ضعيف جدا، واضح جدا ان هو شخص مصاب بانفصام في الشخصيه، فهو عنده شخصيتين خلقهم لنفسه ليكونوا رافض الواقع اللي هو عايش فيه. الشخصيه الثانيه دي مختلفه عنه في كل حاجه ما عدا حاجتين، الشكل والخيانه، هما الاثنين عندهم مشكلة خيانة وهما الاثنين شكلهم متطابق تماما. هنلاقي أنتوني الممثل وآدم المدرس، واحد ممثل والتاني مدرس، واحد رياضي والتاني كسول، واحد جريء والتاني منطوي، واحد مسيطر جدا وشخصيته طاغية والتاني ضعيف جدا ومهزوز، واحد متجوز والتاني عازب، واحد عايش في بيت حلو والتاني عايش في خرابة. هنلاقي في مشهد ان أنتوني بيحب البلو بيريز جدا، والتاني بيقول ان هو ما بيحبهاش برغم ان امه بتقوله لا انت بتحبها. فهو الهنتس دي ان هو شخص واحد موجودة طوال الفيلم، ولكن الشخصيتين اللي جواه عكس بعض. المخرج بيعزز بقى افكاره دي والكلام اللي بيقوله بصريا في كل حاجة، زي شبك العنكبوت، زي الالوان، زي الاضاءة، زي العناكب والازدواجات، زي المباني، انعكاسات المرايات اللي في كل حتة في الفيلم، تلاقي دايما المراية
تظهر والشخص اللي قدام المرايه مش ظاهر في الكادر، جايب لك بس انعكاسه في المرايه، ده دليل ان هو شايف صوره معينه مش هي الحقيقه. وهو بيستخدم بقى الانعكاسات دي كلها ان هو يخدعنا ويخبي الادله عشان يخليك تدور شويه في الفيلم، تركز. الدليل ان هم شخص واحد زي كلمه ساتلايت دي اللي قلنا عليها في الفندق الصغير لما بيركن في الباركينج، بتلاقي كلمه ساتلايت وعليها ال واحده بدل اتنين، ده دليل ان هو رايح يقابل نفسه. الكلمه دي المفروض فيها اتنين ال، هو بيروح يلاقي فيها ال واحده بس، طبعا ما بنبصش عليها احنا اللي بنشوفها. موضوع الام وهي بتقول له ان انت كان تبطل بقى الفانتسي بتاعت ان انت تطلع ممثل والتجربه الفاشله دي، فده دليل ان هو كمدرس في الجامعه حاول يمثل مرتين او ثلاثه وطلع في ادوار صغيره في افلام وما نجحش مع الموضوع. وموضوع ان هما الاثنين لما بيتقابلوا في الفندق بيقول له انت شبهي في كل حاجه، طب هل عندك سكار في بطنك؟ فبيقول له ايوه، السكار دي مش حاجه بتتولد بيها، السكار دي مش حاجه جينيه، فما ينفعش الشخصين يبقوا متطابقين في حاجه زي دي، لان دي نتيجه حادثه او نتيجه نوع معين من الجروح، فدي ما ينفعش شخص يبقى نسخه منه يبقى عنده نفسها، فدي دليل ان هما شخص واحد. صدمه الزوجه لما بتشوف المدرس اللي هو نسخه طبق الاصل من جوزها، دي مش صدمه شخص لقى حد شبه حد، دي شخص صدمه شخص لقى حد عنده انفصام وعنده مشكله عقليه، فشايف ان هو شخصين منفصلين تماما، وان جوزها اللي هو المفروض ان هو عارفها كويس جدا بيكلمها وبيبص لها بيسالها انت حامل في الشهر كام، فدي صدمتها من الوضع اللي هي فيه، اللي هو انا جوزي مضطرب عقليا، انا المفروض اعمل ايه؟ انتوني هنا في الفيلم هو شخص مضطرب، شخص عنده مشكلة مع الروتين، عنده مشكلة مع الحياة ورتمها والإعادة اللي فيها، فهو عنده صراع ما بين حياة زوجية ورغبته في الستات وعدم قدرته في السيطرة على رغباته ونزواته، فهو شايف إن الستات دول ديكتاتوريات، شايف إن الحياة دي عاملة عليه كنترول زي ما كان بيشرح في أول محاضرة، فبنلاقيه ان هو الروتين عامل له ازمه في حياته، هو بيحاول يقاومه باي شكل، عامل بيت تاني، عايش حياه تانيه، فهو عنده مشكله مع النظام زي الالتزام والجواز والملل اللي فيه، وعنده مشكله مع الروتين زي شغله والمحاضرات والباص، وعنده مشكله مع الستات زي امه وعشيقته ومراته، وعنده مشكله مع ضعفه هو شخصيا. فبنشوفه المخرج دايما بيجيب مباني عملاقه وبيجيبها من زوايا تحسسنا كده بالفوبيا شويه، بالخوف من بقلته هو قدام المباني دي، وده نوع من الفوبيا موجود ان الاشخاص اللي بتخاف من الحاجات الضخمه زياده عن اللزوم، فهو دايما بيبينه لك وبين بقلته جنب حاجات عملاقه عشان يبين لك قد ايه هو شايف نفسه صغير. فبنشوفه دايما محبوس جوه فريم جوه الفريم في كذا مشهد في الفيلم، بنشوفه مظلم في كذا مشهد في الفيلم، وبنشوف بقى شبك العنكبوت اللي هو محبوس فيه في كذا حتة في الفيلم في كذا مكان بكذا شكل. العنكبوت ده بقى بيمثل ايه؟ العنكبوت ده بيمثل الستات اللي في حياته، بيمثل قد ايه هو شخص محبوس في الشبك ده وشايف ان هم مسيطرين عليه، ان هم عناكب موجودين في كل حتة. فعشان كده في الاخر في البداية بنشوفه رايح يتفرج على ست بتدوس على العنكبوت، وبيتوتر جدا لما بيشوف المنظر ده، هو رايح يتفرج على ده وبيدفع فلوس عشان يتفرج على ده، لان هو عايز يشوف العنكبوت ده وهو بيدهس. هو شخصيا طوال الفيلم هو احنا شايفين ان هو ضحيه ممكن، لكن هو مش ضحيه، هو في الاخر هو بيدهس كل عنكبوت في حياته. في الاخر العنكبوت اللي بيجي في الاخر بنشوفه خايف منه، دي خايفه لحسن تداس زي ما اتداست في اول الفيلم لما راح النادي. فهو برغم ان هو شايف الستات اللي في حياته شخصيات وحشه، ولكن في الحقيقه هو الشخص اللي بيأذي الشخصيات دي، هو الشخص المسؤول عن ان الناس دي كلها محطوطه في وضع مش مظبوط. انتوني في الفيلم هو شخص شايف نفسه ضحيه، وشايف نفسه عايش وسط ديكتاتوريين، وشايف نفسه عايش في شبك العنكبوت، ولكن في الحقيقه هو صياد، هو الشخص اللي بيصطاد طوال الفيلم، بنشوفه وهو بيتربص لما بيمثل، لما بيكون شخصيه الممثل وهو واقف بالموتوسيكل ولابس القناع ده الخوذه وواقف بيبص على الستات وبيمشي وراهم وي 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 وي، حتى في الاتوبيس لما بيركب وبيراقب ماري صاحبه ادم، فبنشوفه وهو واقف يبص عليها وهو هيفترسها ولكن هو مش عارف يمسك نفسه. كل دي تريتس وصفات في شخص صياد، شخص متوحش، لكن هو في الحقيقة مش ضحية نهائيا، هو ممكن يكون ضحية للمنتال إلنس، المرض العقلي اللي عنده، ولكن سلوكه سلوك شخص جيني وليس مجني عليه. والمخرج عرف ان هو يحطنا في حالة من التوهان ويحطنا هنا شوية وهنا شوية عشان في الاخر يوصلنا لحقيقة ان لشخص كنا فاكرين ان هو ضحية فنعرف ان هو جاني، وزي ما هو محبوس في سايكل، الستات اللي معاه محبوسة في نفس السايكل.
الفيلم طبعا ما يعني هو دايما بيبقى حواليه تساؤلات، ودايما الناس بتشتم في الفيلم ده لان هو فيلم رمزي قوي شويه وصعب فهمه، ولكن الفيلم حصل على 17 جائزه و23 ترشيح، وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 6.9 من 10 من 10، وعلى ميتا كريتيك الفيلم واخد 61 من 100، وعلى روتين توميتوز الفيلم واخد 64 من الجمهور و71 من النقاد. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، احب اسمع رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده من ارت لاب.